خليك معايا يا استاذ خالد، عفوا اروح للاستاذ محمد صلاح. هل الكلام اللي بيقوله او الروشتة او مش الروشتة، التشخيص اللي قاله الاستاذ خالد، انا مش هدخل في خناقه على التليفون. لا مش خناقه، احنا مش عايزين خناقه. هل لا، لانه ليه هل يا عم هل انا بعتب عليك. لا انا بعتب، معلش، لانه الاستاذ خالد داود لما بدا يفند كلام واحد واحد فينا بانه يعني ايه بيقطمنا على اللي قلناه. لا مش قطمنا، هو له راي. لا انت ما انت ما رديتش وانا ما بقطعش حد على هو رايه. ده حوار. لا رايه لما يكون لما يكون في حوار، يكون في ديالوج، لكن ما يقعدش يقيمنا. لا هو ما يقيمش. لو سمحت ما هو انا مش هتكلم المقاطعه والكلام، انا ماليش في القصه يا استاذ محمد. انت راجل تلفزيوني واعلامي. لا راجل تلفزيوني واعلامي موضوعي. ايوه ما اسمحش لحد، ما اسمحش للمداخله. مش احنا ما اسمحش لحد لا يقيم الناس اللي قاعده. لا معلش معلش لا معلش، هو يقول رايه انا احترمه، يطرح رؤيه. طيب. انما لما يتكلم يقول لي الزميل والزميل والزميل زملاء. طيب. في الزميل صلاح قاعد معايا على البتاع، ما هو ده حوار زميلي على البتاع. بس ده ليه مجاله، والاستاذ صلاح بيشتغل عنده بقى نقابه. ما انا بقول لك اهو. لا انا ازعل لما اتقيم من حد على كلام انا بقوله، يناقشني في كلامي. يعني هو ده ما حصلش. هو بيعلق على كلامك يا استاذ محمد. لا معلش يا عم، هو قيم كلامي. طيب في فرق بين التعليق وبين التقييم. طيب بالك. طيب. انما انا بقى انا هتكلم بس بليز لو سمحت، يعني ما حدش قاطعني. طيب. خلاص اتفضل. انا مش هقيم كلام خالد، انما اللي انا عايز اعرفه يعني هل المفروض ان الدوله اللي بينتقدها ايا كانت الدوله او النظام اللي بيحكمها يعني، ومطلوب منها تشجيع الاحزاب، تجيب له اعضاء يعني ولا تعمل له ايه؟ بقى لك 4 سنين في السوق ما جبتش اعضاء ليه؟ صح الكلام اللي احنا قلناه. الاستاذ خالد بيقيم العمليه الانتخابيه، وهو كان عنده فرصه او حزبه كان عنده فرصه انه يشارك في العمليه الانتخابيه، ما شاركش. هو معترض على القوانين. على فكره الأحزاب المنطوية تحت قائمة دلوقتي أو قائمتين كانت معترضة، لكنها في النهاية شاركت. الأستاذ خالد بيقيم مسألة الحضور أو الغياب وبيطرح أرقام، ده لسه في يوم. إزاي أنا أطرح أرقام؟ سيادة اللواء قال لك أنا كلمت حد من اللي كانوا موجودين. الأستاذ خالد ممكن يكون كلم أو بحث أو كذا أو كذا. أنا لا أعتد بأي عدد على الإطلاق يعني، وما طلعش مني رقم على فكرة. صحيح. انا يطلع مني رقم لما يطلع بشكل رسمي، انما الاستاذ خالد قال 10، سياده اللواء قال 10، خالد قال 4 باين. الاستاذ وحيد اللي انت كنت بتكلمه في التليفون قال 30. ولا امشي ورا الاستاذ وحيد ولا امشي ورا الاستاذ خالد، هو اللي كلمنا. كل دي اسمها تقديرات، ما حدش عنده الرقم الحقيقي، لان اولا لسه في يوم وفي جهه رسميه هتطلع الارقام. تمام. سخر الاستاذ خالد من كلمه انا قلتها وقال الزميل صلاح كذا كذا، وانا استغربت انك سكت لما اتكلم على. لا يا عم لو سمحت، اتكلم على التكنولوجيا. لما اتكلمت على التكنولوجيا. لا وانت اصلا ما كنتش بتقف. هو رايه انه ما فيش يعني. لا ما قالش يعني رايه انه يعني ما فيش يعني. لا بيقول نسي الزميل. طب محمد صلاح انت كان احنا ما سمعناش. كان قصدك يا عم. لا سمعناه.